اهلا بيكو، اهلا بيكو، منورين الدنيا كلها. اهلا محمد بحضرتك. سماح منور الواد. ربنا انا يخليك، ربنا يخليك يا استاذي، ربنا يخليك. ربنا يخليك حبيبي. بيقول لك بابا. بابا حبيبي انا بابا فعلا يعني. هو استاذنا يعني، وابويا الروحي، وانا حبيبي حبيبي. يعني بجد بتشرف ان شاء الله باذن الله في التعاون اللي احنا هنعمله قريب باذن الله يعني. ان شاء الله. والله عارف احنا بدانا يعني عرفنا بعض، كان لقيت عنده مخزون جميل قوي محمد على فكره، اللي خرجه يعني جزء صغير جدا من المحتوى اللي عنده جواه، وجواه مخزون جميل قوي كملحن وكمغني. وعلى فكرة له برضو شوية تجارب في الكلمات التأليف يعني، هو بيعمل كل حاجة، غير انه بيوزع كويس مزيكا يعني، بيلعب جيتار، دماغه حلوة قوي في كل حاجة يعني، حتى في الملكية الفكرية اكتشفت ان هو حد شاطر جدا يعني، بيساعدنا كتير قوي في جماعة المؤلفين والملحنين في حاجات اللي هي الحاجات الحديثة اللي هي ايه، تحديث الامور يعني. هو من الجينيريشن، من الجيل الجديد الواعي جدا. انا بحبه كباكج كلها على بعضيها، وشايف فيه يعني ان هو لسه ما خرجش كل حاجة عنده. ربنا يخليك، ربنا يخليك. استاذ صلاح، حضرتك قامة كبيرة وتعاملت مع العمالقة وكبار فنانين الزمن الجميل، عايزة أعرف رأي حضرتك في مزيكة بقى، المزيكة بشكل خاص، المزيكة اللي بيقدمها محمد قمح، لأن محمد قمح ليه لون كده متميز فيه من أول ما ظهر، إحنا عارفينه بيه وحافظينه بيه. والله أنا فاكر التجربة الأولى اللي هي الألبوم الأولاني بتاعه، وأنا ليه فيه يعني تقييم معين أنا قلت له عليه، إنه لازم يزود الجرعة شوية، لأنه هو الجيل بتاعه طبعاً، هو بيمثل جيله وكتر خيره. الجيل أصله حائر ما بين إنه يغني قوي ولا يختزل الغناء، ولا يعمل ميلودي يعمل إزاي، ولا يختار كلمة عاملة إزاي. وبعدين يعني هم كل الجيل الحقيقة بيحاول يبقى ريفرنس، مش اللي هو المرجعية، ما تبقاش مرجعية قديمة، لأن المرجعية بتاعتهم كلها بتتجدد. مرجعية، آخر مرجعية لمحمد قمح لمين، فيشوف مين اللي بيغني قبليه، فلان أو علان أو تركان، فبيخافوا إن هم يجرؤوا شوية باستخدام الميلودي، المقامات الشرقيات. وعندهم حق يعني، لأن ده جيل وده جيل، ده له مفرداته وده له مفرداته. لكن أنا كنت دايما أقول لمحمد قمح، أنا عايزك تجرؤ شوية. حتى لما سمعنا الأغنية بتاعت أنت وأنا يعني، الحمد لله أنا من ضمن الأغنيات اللي يعني كانت معمولة في وجودي يعني، وسمعتها من أوليات الأغنيات اللي اختارها في الألبوم الأخير بتاعه. وأنا حبيتها جدا كميلودي وككلمة، كان يمكن كلمة شوية في الأول بس اتطورت الحمد لله، وطورها معرفش يعني، هو اللي كان كاتب الفكرة الأولانية بتاع الكلام، بعدين أعتقد حد مؤلف كملها أو كتبها أو يعني وضحها أكثر. لكن دي أنا شايف الميلودي بتاعها من الميلوديز الحلوة اللي تخش القلوب، وفي نفس الوقت عصرية، وفي نفس الوقت الكلمة حلوة، مسج يعني ليالي زمان وأيام زمان، حلوة قوي إن احنا نفتكر وصلنا وجزرنا وحاجات كده، وليالي وأيام زمان يعني. شهادة من حضرتك كبيرة جدا، بنشكر حضرتك عليها أكيد كمان، ما بيشكرك. ننتظر إن شاء الله وجود حضرتك مرة معانا في حديث المساء وإم بي سي مصر، تنورنا وتشرفنا. القامة الكبيرة، الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك صلاح، يعني أنا عايز أشكره جدا على شهادته اللي قالها فيا، وأنا يعني بجد أستاذي وأنا بتعلم منه وبكتسب منه خبرات في زي ما هو قال في المقامات، والمقامات بتاعت المزيكا والألحان. أنا بتشرف إن أنا أبقى واحد من تلامذته يعني.